هنفهم اكتر حول هذا الموضوع. بينضم الينا من عمان دكتور اسامه الخطيب، اخصائي الامراض الباطنيه. صباح الخير يا دكتور معانا. وفي البدايه، كيف بالفعل لكل هذه الاثار من الاثار البلاستيكيه ان تصل الى اعضاء الجسم الدقيقه للانسان؟ صباح الخير من عمان. طبعا خلال السنوات الاخيره زاد معدل تلوث البلاستيك وصار بكل مكان تقريبا، نبلش من الهواء لحتى الاكل اللي بناكله. فعلى سبيل المثال نحكي انه المواد البلاستيكيه موجوده صارت في المياه، هذا بسبب التصنيع، وجودها بعبوات للشرب، عمليه التصنيع والانتاج بالهواء بسبب المصانع والاثار السلبيه تاعتها. صارت الجزيئات الصغيره البلاستيكيه تكون موجوده بالهواء، حتى بالاطعمه. كيف مثلا، في مثال من الاشياء عشان نقرب للساده المشاهدين كيف وصلنا للبلاستيك عن طريق الطعام، عن طريق تلوثه في المحيطات. الكائنات البحريه بتاكل هذا البلاستيك او بيصير بمعدتها، بنتقل لك عن طريق الاشياء اللي بتاكلها، وحتى ممكن يكون موجود حتى في الاطارات الموجوده بالسيارات تستنشق. كل هاي الامور بتوصل الجزيئات البسيطه للبلاستيك الى داخل جسمك بدون ما تعرف. طب يا دكتور، يعني كما ذكرت أن هذا البلاستيك منتشر في الهواء وفي طعامنا وحياتنا اليومية، يعني لا تخلو من المواد التي دائما تحتوي على بلاستيك. طيب، وأكيد يعني تحدث أمراض عديدة، من هم الأشخاص يا دكتور الأكثر عرضة من هذه المواد البلاستيكية الدقيقة المتواجدة في جسم الإنسان؟ يعني الحالات التي تتعرض من هذه المواد بشكل أكبر وتحصل لها انتكاسة كبرى. تمام. هسا الجزيئات البلاستيكية البسيطة بتروح تترسب في كل مكان تقريبا بالجسم، بدءا بالرئتين للكلى للقلب لحتى الدم زي ما ذكرته من قبل. كل هاي الأمور بتترسب داخل جسم الإنسان. الأكثر عرضة للإصابة اللي بيتعاملوا بشكل أكبر مع المنتوجات البلاستيكية، فعلى سبيل المثال اللي بيلبسوا أواعي مصنوعة من البلاستيك المصنع مثلا البوليستر على سبيل المثال، بيكونوا أكثر عرضة إنه البوليستر يدخل عندهم على الجسم أو الجزيئات الدقيقة. الناس اللي بيستخدموا مستحضرات التجميل اللي فيها نسبة من البلاستيك، اللي بيستخدموا العبوات المصنعة للمياه، المياه الغير معقمة 100%، كل هاي ممكن تكون عبارة عن نتائج أو وسائل توصل الجزيئات الدقيقة للرئتين للقلب. طب من هم الأكثر عرضة يا دكتور؟ يعني النقطة الذي ذكرتها في سؤالي، من الأشخاص الذي يتعرضون أكثر لانتكاسة من هذا البلاستيك؟ يعني حدد فئات الأشخاص الذي تتعرض بسرعة. تمام. هم الناس اللي بيتعاملوا بشكل مباشر مع هاي الأمور. على سبيل المثال عمال المصانع البلاستيك بيكون استنشاقهم أكثر، اللي بيشربوا مياه ملوثة بشكل كبير وخاصة اللي بينضم فيها فضلات المصانع، اللي بوكلوا الأكل البحري اللي بيكون من مياه بحرية ملوثة مثل الأسماك، اللي بيلبسوا ملابس مصنعة من المواد البلاستيكية على سبيل المثال مثل البوليستر. الأطفال أكثر عرضة للاستجابة لهاي الجزيئات الدقيقة من البلاستيك، وذلك لأنه أجسامهم صغيرة بتنقل الجزيئات الصغيرة للبلاستيك بشكل أكبر. الإنسان اللي بيكون ساكن بمنطقة قريبة من المصانع تاعت الإطارات أو مصانع العبوات البلاستيكية أو غيرها، كلهم هدول بيكونوا أكثر عرضة لأنه الجزيئات الدقيقة البلاستيكية تدخل على جسمهم، وخاصة مياه الشرب بأكد عليها. طب هل نقدر نقول يا دكتور ان في، يعني حضرتك ذكرت مخاطرها بشكل عام، ولكن هل نقدر نحدد ممكن امراض بتسببها فعلا هذه الجزيئات اذا وصلت الى اعضاء معينة في جسم الانسان؟ طبعا. هسه الجزيئات البلاستيكية زي ما حكينا بتترسب بشكل تدريجي بالاعضاء تاع جسم الانسان، واهمها القلب. ففي دراسة نشرت بمجلة نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين، من اشهر المجلات الطبية، في شهر مارس الماضي، تكلمت انه اللي بيتعرضوا لجزيئات بلاستيكية وبتترسب عندهم على القلب ممكن يكونوا اكثر عرضة للاصابة بجلطات القلبية او مرض تصلب شرايين القلب. ممكن يؤدي هذا الموضوع ترسبه داخل الرئة انه يعملنا تليف رئوي، ممكن ترسبه على المناطق الإخصاب سواء للذكر أو للأنثى، يؤدي هذا الموضوع للعقم بشكل تدريجي.
وممكن برضو إذا صار ترسبه على الكلى زي ما تكلمنا يأثر على وظيفة الكلى ويعمل على قصور كلوي مزمن. فكل مكان بترسب فيه البلاستيك الجزيئات الدقيقة ممكن يؤدي لمرض، لكن للآن الأبحاث مو واسعة بهذا المجال، وللآن إحنا يعني علمنا محدود شو نوع البلاستيك اللي بترسب، قد إيه الكمية اللي لازم تكون تترسب علشان تعمل الأمراض، كل هاي لا زالت معلومات مجهولة وقيد الدراسة والبحث. هو يعتبر دكتور البلاستيك يعني حضرت منه شركات عدة، وبدأنا الآن نشاهد أن الشركات الكبرى تعطيك يعني المنتجات في أكياس ورقية وليست بلاستيكية، لأن البلاستيك حذروا منه كثيرا أنه يضر بشكل عام بالبيئة وليس كمان أيضا البشر، ويحدث أزمات حتى في التخلص منه، يحدث أزمات وأيضا ينتشر في الهواء، يعني يساعد على يعني مكثفات، وأيضا يدخل في عمليات أيضا أنه يجعل الكوكب يتأزم من أنه يتنفس. لكن كيف يمكن يا دكتور يكون هناك في توعية أننا يعني نحافظ قدر الإمكان على صحتنا بتجنب هذه المواد البلاستيكية، ونستطيع قدر الإمكان أن يكون هناك دور من التوعية لعدم يعني استخدام هذه المواد بشكل كبير حتى لا تحدث أزمات كبرى بعدين؟ لما الكل يعرف انه التخلص من البلاستيك من داخل جسم الانسان، للان ما في اي طريقه علميه نتخلص فيها من البلاستيك في جسم الانسان، وانما ان احنا فقط نتعامل مع البلاستيك اللي تم ترسيبه داخل جسمنا، هذا لحاله بدق ناقوس الخطر عند الجميع لما تذكر لهم هاي المعلومه، ولما ننشر الوعي على موضوع ايش بترتب على وجود البلاستيك في جسم الإنسان سواء لإلنا أو للأجيال اللاحقة، وخاصة بعد نحكي 20-30 سنة يذكر إنه كل الأطفال راح يكون نسبة ترسب البلاستيك عندهم كبيرة جدا، وفيش مكان يكون يخلو من البلاستيك في جسم الإنسان. كل هاي المعلومات لما نعرفها ونقدمها نزيد الوعي، نتكلم فيها طبيا إعلاميا، كل هاي ممكن تزيد الوعي بتقليل فرص ترسب البلاستيك. أما إيش الناس لازم تسوي على أساس إنها تقلل من الترسب البلاستيك في جسمها؟ فأكثر شيء ينصح فيه أولاً إن نبعد عن العبوات البلاستيكية، فحتى سواء طعامك أو الماء أو العصائر تشتريها تكون بأي تغليف عدا العبوات البلاستيكية. فلما أنت تعرف هاي المعلومة يصير في عندك كل المستهلكين يبعدوا عن العبوات البلاستيكية، تضطر الشركات الكبرى لتغيير تعاملها وتغيير إنتاجها. تسخين الطعام، تسخين الطعام إشي ضروري جدا، لما تسخن الطعام ما تحطه في صحن بلاستيك، لأنه ممكن الجزيئات البلاستيكية البسيطة تدخل على الطعام عن طريق تسخينه. الشرب المشروبات الساخنة برضو ما يكون عن طريق كاسات بلاستيكية، وإنما يكون عن طريق كاسات كرتون. اختيار الملابس زي ما ذكرنا، البوليستر ممكن يؤدي لترسب جزيئاته داخل جسم الإنسان، فالاعتماد أكثر يكون على القطنيات أو على الملابس الصوفية أكثر من غيرها. تهوية المنازل بانتظام، لأنه دائما زي ما حكينا البلاستيك موجود بكل محل، فلازم نهوي البيوت عشان نتجنب تراكم كميات بلاستيك أكبر في منزلنا. وأخيرا نحاول قدر الإمكان على فلترة المياه وشرب مياه نقية بعيدة عن العبوات البلاستيكية. حضرتك طبعا ذكرت نقاط كثيرة جدا يا دكتور، أعتقد أن هي في عاداتنا اليومية، وممكن فعلا كثير جدا من الأشخاص متنتبهش ليها، حتى على ذكر أن احنا ممكن نتناول العصير أو الماء فعلا في عبوات بلاستيكية، في بعض الأشخاص بيعيدوا استخدامها مرة تانية والفترات كمان طويلة، مش حتى بس استخدامها المرة واحدة فقط. زي ما حضرتك ذكرت كل هذه الأضرار فعلا ممكن تسبب تأثير هذه الجزيئات كما ذكرت على صحة الإنسان وبشكل عام. ولكن دكتور برضو خليني أسأل حضرتك، في بعض العبوات البلاستيكية الأمهات بالتحديد بتستخدمها لأطفالها لحفظ الطعام يعني لأطفالها، ممكن أحيانا بيكون مكتوب عليها بعض الإرشادات أو بعض العلامات أنه ممكن تكون هذه العبوة البلاستيكية أمنة، هل في حاجات فعلا أو إرشادات ممكن تكون موجودة على العبوات البلاستيكية نقدر نقول أن هي أمنة أو غير أمنة لو احتوت على بعض المواد؟ يعني طبعا على كل عبوة بلاستيكية بيكون موجود عليها كمية عدم الاستخدام،
فمثلا على سبيل المثال عبوة الماء لما تفرج عليها من تحت ممكن تلاقي عليها رقم واحد انه استخدامها فقط لمرة واحدة. فهاي هي من الاجراءات اللي ممكن تساعد الانسان انه كيف بيتعامل مع العبوات البلاستيكية. اثنين، مرات بنلاقي تحت العبوة البلاستيكية محطوط اشارة، هاي الاشارة ممكن تكون ترمز الى انه ما بصير نحط فيها على سبيل المثال الاكل الساخن، ما بصير نحطها داخل الميكرويف على سبيل المثال، ما بصير نستخدمها لأكثر مثلا من 6 أشهر تبريدها. كل هاي الإرشادات بتكون موجودة تحت العلب البلاستيكية. فأساس نعرف كم من الآمن أني أستخدم العبوة البلاستيكية ولكم من الوقت، يجب أني أنظر بس نظرة بسيطة على المكان اللي تحت العبوة البلاستيكية، بيكون في موجود عدة رموز، كل رمز تقدر تبحث عنه عن طريق الإنترنت بكل سهولة، تعرف لإيش برمز ولكم بقدر أستخدم العبوة البلاستيكية هاي وإيش المحاذير من استخدام الطعام داخل هاي العبوات البلاستيكية. طيب يا دكتور، يعتبر يعني المحاذير التي توضع على العبوات البلاستيكية وتستخدم لعدد معين من المرات تكون باهظة الثمن، ويعني استطاعة المستخدم ليست جميعهم يعتبر يستطيعون شراء يعني عبوات بلاستيكية آمنة أو لديها استخدام محدد؟ كيف يمكن التعامل الآن مع نسبة محدود الدخل الذين يستخدمون البلاستيك بشكل كبير؟ هل هم نعتبرهم من فئة الذي من لا يستطيع أن يدفع فهو يعني معرض بشكل أكبر لدخوله في إصابات بشكل أكبر من هذا البلاستيك، أم كيف يتم التعامل مع الطبقية في المنتجات التي دائما تضر المتوسط الدخل أو الأقل دخلا في العالم أجمع بشكل عام؟ تمام، هناك صراحة تحديات كبيرة لما نتكلم عن موضوع الأقل دخل، وخاصة موضوع المياه، لأنه المياه الملوثة في أنحاء العالم بمياه المصانع والجزيئات البلاستيكية، الحل الوحيد إلها إنك تأخذ مياه معقمة نظيفة. طبعا الإجراءات اللي بيقدر يسويها محدود الدخل، في إجراءات كثير، مثلا الاستعانة بالأكياس الكرتونية بدل الأكياس البلاستيكية، ممكن يستعين بالعبوات الزجاجية بدل الاستعانة بالعبوات البلاستيكية لشرب الماء أو لتخزين وحفظ الماء، ممكن يستعين بالأطباق المصنوعة من مادة الميلامين بدل الاستعانة بالأطباق المصنوعة من البلاستيك. يعني هاي الإجراءات الأساسية اللي ممكن يقوم فيها، لكن للأسف التلوث المياه والهواء بجزيئات البلاستيك الصغيرة وخاصة من مصانع الإطارات ومصانع العبوات تاعت البلاستيك، هاي الوقاية منها هو عبارة عن جهد منظمات كبيرة، جهد حكومات، جهد عالمي، يجب أنه كل العالم يتعاون ويتكافل. يعتبر يا دكتور يعني العالم نفسه والكوكب مختنق الآن من تصرفات البشرية والصناعة والتكنولوجيا الذي نشهدها، فكيف بالبشر الذي هو يعيش على هذا الكوكب؟ نحن ندمر كوكبنا وسندمر أنفسنا بعدم طريقة استخدام أشياء صحيحة، ولنا الله إن شاء الله، وسنتابع تطورات البحث في علاج لهذه المواد في داخل جسم الإنسان. أشكرك، كنت معنا الدكتور أسامة الخطيب أخصائي الأمراض الباطنية على هذه المشاركة.